لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. البداية من صحيفة كتابات، ونقرأ منها مقالا بعنوان موسم الربح الانتخابي. في العراق الانتخابات هذه الممارسة الأساسية والمهمة التي تحدد شكل القيادة والسلطة، تغدو فرصة زمنية ثمينة لجني المزيد من الأموال. يضيف الكاتب: كنا نريد منها أن تعزز الثقة وتعيد ردم الفجوة الهائلة التي تتسع يوما بعد آخر بين الجمهور والطبقة السياسية، وهي تتحول في كثير من جوانبها إلى عملية ابتزاز رخيصة، حيث غابت عنا البرامج الانتخابية والمشاريع التي ينوي المرشح تحقيقها، وتم الاكتفاء بجملة عبارات يكررها الجميع: فالكل سيعمل على خدمة المواطن وينتصر لحقوق أهله ولا يسرقهم ويكون الأمين عليهم. جمهور يجمع من هنا وهناك شعارات مكررة، أموالا تدفع وكراسي تتطاير في الهواء الملوث، وتوجهات يحدد مال السحت الحرام، وشعب يزداد كفاء على نفسه وعزوفا على المساهمة في تشكيل صورة بلده المستقبلية، لإدراكه التام أنها لا تعدو أن تكون تكرارا للوجوه بلا ملل ولا إشباع. ولعل هذا الأمر الخطير إنما يزيد منه حالة التخادم بين الفاسدين والفاشلين من جهة، ويعوق عملية التغيير المطلوبة، ويعرقل تطبيق نظرية الإحلال والاستبدال اللازمة، استبدال العناصر المعطوبة بأخرى صالحة وقابلة للحياة من جهة أخرى. الانتخابات باتت موسماً للسراق ولشراء الذمم، وسوقاً للمهرجين، بل وحتى المرتزقة الذين يكونون أداة بيد أصحاب الشرور. فمتى تكون موسماً لشعب حي وإنسان واعٍ يحمل حماسة الإصلاح من خلال ورقة الاقتراع؟ إلى صحيفة صوت العراق، ونقرأ منها مقالا بعنوان توقيع الصفقات المشبوهة بوزارة التربية، أين هيئة النزاهة؟ حيث يقول الكاتب: ولن تتغير أساليب وألاعيب وزارة التربية، القضية مدروسة ومحسوبة، صفقات مشبوهة بوضح النهار تفوح منها رائحة نتنة، ولا ذمة ولا ضمير للذي يعقد هذه الصفقات. بيع منصب المدير ودفع الطلاب رشاوي حتى يقبلون تسريب الأسئلة، والتجهيزات المدرسية وبيعها في الأسواق المحلية، والدوام الرباعي والثلاثي، وبيع مقاولات إنشاء المدارس، كما أن جيل المستقبل في العراق بلا اتجاه بسبب نظام التعليم المعيب الذي فشل بشكل جذري في استنهاض البلد على أسس اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية سليمة. تم إهمال الدور الحيوي للتربية والتعليم في العراق، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد والصحة وجميع مجالات الحياة. لقد تم التعامل مع التعليم بصورة طائفية بعقلية متخلفة، ولم توضع ميزانية التعليم في خدمة التربية والتعليم وإنشاء المدارس وتجهيزها، مما أضعف أساس الجودة في نظام التعليم، وبالتالي فشل نظام التعليم في إخراج البلد من المستنقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المتزايد. من أهم المشاكل وأكثرها عمقاً في نظام التعليم بالعراق الفساد الإداري وانعدام الكفاءة والافتقار إلى الموارد الكافية، والسياسات التربوية والتعليمية الخاطئة، ونظام الجودة الضعيف، وسوء المرافق التعليمية، ونقص كفاءة المدرس، والمناهج القديمة وغير الملائمة للتعلم الحقيقي. ونقرأ تقريراً مطولاً لصحيفة نيويورك تايمز حول تغول الميليشيات الإيرانية في العراق والسيطرة على ناحية جرف الصخر وتهجير أهلها. تقول الصحيفة: جنوب العاصمة بغداد، حيث تكمن منطقة زراعية واسعة معشوبة وتحوي أيضاً على بساتين أشجار نخيل بمحاذاة نهر الفرات،
تكمن هناك منطقة محاطة بنقاط تفتيش لا يتجرأ أحد الدخول أو المرور منها حتى لو كان من أفراد الجيش العراقي أو كان من مسؤولين حكوميين بدون موافقة مسبقة. تقول الصحيفة أيضا إن السبب في ذلك أن هذه المنطقة من أحد أجزاء العراق التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة مدينة فرانسيسكو، تسيطر عليها في فصائل مسلحة مدعومة من إيران وتدير نقاط تفتيش حول حدودها. استناداً إلى واحد من عشرات ضباط استخبارات غربيين وعراقيين أجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلات معهم، فإن منطقة جرف الصخر التي أطلق عليها فيما بعد اسم جرف النصر رغم أنها منطقة سيادية عراقية يقولون أنها قاعدة عسكرية إيرانية، ويقول مسؤولون استخباريون وعسكريون رفيعو المستوى إن أفراد تلك الفصائل المسلحة يستخدمون هذه القاعدة في عمليات تركيب طائرات مسيرة وتصنيع وتحديث صواريخ باستخدام قطع غيار يتم الحصول عليها على نحو واسع من إيران، ويتم توزيع تلك الأسلحة لاستخدامها في هجمات من قبل فصائل مسلحة عبر منطقة الشرق الأوسط. الجنرال المتقاعد كينيث ماكنزي الذي شغل منصب قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية في المنطقة قال لديهم صواريخ وقذائف هاون، مشيراً إلى أنه لا يعلم بالضبط مسافة المديات التي قد تصلها هذه الأسلحة الآن، ولكنه في العام 2020 عندما كان مشرفاً على جهود الولايات المتحدة للحد من هذه الترسانة، فإن قسماً من مديات هذه الأسلحة كانت تصل إلى أهداف في الأردن وسوريا والعربية السعودية. وتقول صحيفة نيويورك تايمز بالنسبة للولايات المتحدة فإن مكاسب طهران السياسية في بغداد وسيطرة فصائل موالية لها على منطقة جرف الصخر تعد خسائر مباغتة لها، فعبر 20 سنة الماضية أنفقت حكومات الحزبين الجمهوري والديمقراطي ما يزيد على تريليون دولار من أجل الإطاحة بنظام صدام حسين والحرب ضد تنظيم القاعدة، وبعدها مشاركة القوات العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش، وكل ذلك كان بهدف خلق بلد مستقر حليف يعتمد عليه. ولكن بدلا من ذلك وبحسب ما وصفه وزير خارجية العراق السابق هوشير جباري، فإن إيران بدت اليوم صاحبة النفوذ الأكبر في العراق. تحتل منطقة جرف الصخر أيضاً موقعاً استراتيجياً يؤدي غرباً إلى سوريا، وهو مسلك لنقل أسلحة من هناك لفصائل مسلحة في لبنان، في لقاءات أجرتها نيويورك تايمز مع سكان في منطقة المسيب وقرى أخرى رفضوا الكشف عن أسمائهم، قالوا إنهم لا يعرفون عما يحدث في منطقة جرف الصخر، وإن الأشخاص الوحيدين الذين يستطيعون الذهاب إلى هناك هم من أفراد فصائل مسلحة وأجانب من أفراد يتكلمون بلكنة لبنانية وإيرانية. ووفقاً لدبلوماسيين عراقيين وغربيين وضباط مخابرات، فإنهم يقولون أن أفراداً من الحرس الثوري الإيراني ومدربين في فصائل مسلحة لبنانية يقومون بتدريب مسلحين على تركيب طائرات مسيرة وكيفية تثبيت منظومات التوجيه الدقيق للقذائف الصاروخية وصواريخ أرض جو. ويقول الجنرال ماكنزي إن معدات متطورة بهذا الخصوص تأتي من إيران. قال صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الولايات المتحدة منحت إسرائيل عشرات الآلاف من أطنان القنابل لاستخدامها في هجماتها على غزة، لكنها لم تأخذ في الاعتبار الشروط الإنسانية في قوانينها. أوضحت الصحيفة في خبرها أن الولايات المتحدة أرسلت ما لا يقل عن 15,000 قنبلة وأكثر من 50,000 قذيفة مدفعية، بما في ذلك 2000 كيلوغرام من القنابل الخارقة للتحصينات إلى إسرائيل منذ بدء الهجمات على غزة.
وأضافت أن ارتفاع عدد الشهداء في غزة أثار تساؤلات حول مسؤولية الولايات المتحدة في ضمان سلامة المدنيين، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتعرض لضغوط متزايدة لتزويدها إسرائيل بالأسلحة. وتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، خلفت حتى مساء السبت 17,000 شهيد و 49,229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نقرأ تقريراً مع صور لصحيفة العربي الجديد يرصد طرقاً بدائية يستخدمها أهالي غزة لتلبية احتياجاتهم وسط الحرب. وهناك مشهد لا يزال يتكرر في غزة بعد أسابيع من القصف الإسرائيلي الذي ينشغل العالم بإحصاء عدد القتلى الذي يخلفه بالساعات، بدلاً من الاهتمام أولاً بكيفية كسب ثوان لحياة البشر. هو استمرار جمع الغزيين بقايا من الدمار والتي يمكن أن يستفيدوا منها في الأيام التالية التي قد تكون أكثر قسوة، خصوصا أن الشتاء حل بعواصفه وأمطاره. إنها بقايا لوازم منزلية ضرورية لإقامة المجالس البدائية من أجل تحضير خبز أو طعام بسيط، وبقايا مواقد يجري إشعالها بأي طريقة ممكنة للطهي أو التدفئة التي باتت حاجة ملحة في الفصل الأكثر برودة من السنة، وهو حال الملابس والبطانيات والفرش أيضا. وفي تكرار مشاهد لملمتهم جروح البيوت والمواقع التي احتضنت تفاصيل حياتهم حتى من خلال بقايا، تظهر ربما بعض ملامح الصمود الخارق للغزيين الذي لا يعرف أي نوع من الخضوع والاستسلام لمشاهد متكررة أخرى لانتشال الجثث ودفنها ونقل المصابين إلى ما تبقى أيضا من مستشفيات ومراكز صحية، والهروب من القصف تمهيدا للنزوح إلى المجهول. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. We'll be right back.
نلقاكم بإذن الله.